في الساعات الأولى لإطلاق الرصاص على الموكب الوهمي، جزم النائب ميشيل عون أن الرصاص محاولة اغتيال وأنه نجا منها كما سبق وفعل في محاولات سابقة. بالصوت والصورة خاطب العماد محبيه مبشرا إياهم بأنه تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة. ثلاث مؤامرات اغتيال تعرضت لهم، والحمد لله يمكن الوحيد يلي كشف الفاعلين وما نجحت المحاولات، وهيدي الرابعة بعد فشلت المحاولة، ولكن بعد ما اكتشفنا الفاعلين. الخبر طلع عبر التلفزيونات، نعم، وقالوا انه العماد عون تعرض لحالة محاولة اغتيال. وقت تلقيت الخبر بالهاتف من احد المشاهدين بقى كذبنا الخبر، وانا كنت رايح على البترول، رحت على البترول وكنت القيت كلمه، وقت القيت كلمه قلنا انه صار هيك 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 كذبنا الخبر. اذا بعد شيوع الخبر وانطلاق التحقيقات رشحت معلومات عن ان الرصاصه قديمه، وفيما بعد نقلت المعلومات ان رصاصه طائشه اصابت السياره التابعه لموكب عون الوهمي في طرابلس. هذه المعلومات لم يشأ الجنرال الدخول فيها، وقد باتت المحاولة في قاموس الجنرال حادثة تنتظر التحقيق القضائي. وبعد، فإن الجنرال لم يشأ التذكر أنه عاد وتطرق إلى الموضوع، فنفى بالأمس أن يكون قد عاد وفتح موضوع المحاولة. عم خبرك كيف عم تلقى الأخبار، عظيم، كيف عم حللها أنا، ولكن لم أعلق على صحة أو عدم صحة الموضوع، إنما الحادث صار فعلا وهو بين أيدي القضاء. عظيم، اكتفينا بهالكلام، ومن وقتها ما عدت حكيت عن الحادث. صارت محاولة اغتيال، في ناس قبلوها في ناس شككوا فيها، له حق كل واحد يشكك، أنا بعرف الحقيقة، أنا مش عم بسأل رأي حدا بالموضوع. حتى الآن لم تصدر نتائج التحقيق الرسمية، إلا أن ما ظهر سواء من التحقيق أو من كلام الجنرال المتجدد عن الرصاصة يشير بوضوح إلى أنها أصبحت حادثة مجهولة مكان الإطلاق والتوقيت، وأن الجنرال ورط في خبر محاولة الاغتيال وتسرع في إعلانها.